وبقات عين العاشق كتدمع. قالوا الحكيم لا تبكيش، عندي الحل، تاخدو معاك عاد ترحل. هادو ثلاثة القرقاعات مبخرين بهوا البنات، غير توصل تعطيها تهرس الأولى في نص النهار، والثانية في نص الليل، الثالثة مع الفجر، وغير صبر غادي ينبت ربيع المحبة، وهادي غير سبة. وهكا كان قرب الشامة زينة البنات، وما جا فين كمل تهرس القرقاع حتى حنق البشام وكمل المراد، والعاشق حقق المرغوب، طلبها الزواج وقبلت. وملي سول على صداقها حكات وقالت ليه الجنان ديال القرقاع، ومشات حكايتي مع الواد. وتمنى يا الوليدات تكونوا متعتوا القلوب، والصابر فينا هو المرغوب، وبنادم راه حجر وطوب. باتول باتول عاودي لنا حكايه اخرى غدا ان شاء الله. دابا خاصني نمشي قبل ما يسول فيا با، وتانتوما خصكم تدخلوا لديوركم. يلا سربيو. أنا خلعاني طه، خلعتيني واخا هكاك عرفت ما تكون غنتا. ديما كنديرها بك وصافي، ما تقلقيش. شدي ما بغيتش بعد مني، خليني نمشي. بلاتي شوفي شنو جبت لك. شنو هاد الشيء؟ شوفي بيديك. شدي طه، وما كيخايفه. شدي صافي هاد المره، شدي يلا. توت في لقيتي؟ ما عندي. شنو كنت كندير انا؟ بطحمقني هاد البنت. ممتي 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 ممتي، خرجت لي عقلي مقابلها الحمام والطيور. هاي 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 باقي تتحلكي في يديك. واختي خيره جهدي، راني دايره، راه كنسيت التميره بتميره، وحده في الطبق وجوج في الشدق. شوفي هاد الخبز كاع ما مدلوك. فين هي حبيقه؟ هاني جيت امي خيره. فين لاله البتول؟ راه صيفط لها المحجوب يكلمها. وسامعوا يا البنات، اليوم راه ما كاين نعاس، ضياف مولاي عبد الملك تيتكرموا فوق القياس. يلاه وجدوا الحليب والتمر. كوني هانيه خيره، ما تكون غير خاطرك. با خليتك على خير. اجي لهنا. شنو؟ فين كنتي؟ الجنان. فين غنكون؟ اسمعني يا ولدي، انت راك ما باقيش صغير باش تبقى دايا في الخلع على طول النهار، خاصك تعلم الخدمة. وبانا داكشي ديال المحصول والصبا خاطيني. هاد الخدمة ورثناها من جدودنا،
وملي نموت انت ولدي الوحيد اللي منصلب الولي خاصك تعوضني وتقابل الارض ديال مولاي عبد الملك. باغي نكون عاد انا الارض غادي نرد لها البال. واه هي صافي هداك الله وغادي تبقى ترافقني باش نيت تشرب الحرفه. انا با محتاج للي يرافقني للي يعلمني حرفه. ياك ما لقيتي خاتم سليمان ها؟ شكون عارف؟ انا من صغري وانا مزهر. عندك اولدي لا يغرك طي الشباب الزهر بحال الزمان ما ليهم امان. ما تخافش عليا با انا الزهر اللي رافقني بحال الله. علاش الباشا غيجي؟ كون كنتي كتجلس مع الرجال في المجلس وراك عارف شنو واقع. يعطيك الصحة. بصحتك أوليستي. مرحبا بسيد الباشا على سلامتكم. الله يبارك فيك يا ولدي الله يبارك فيك. أفين هو الحليب والتمر والباشا هو دابا يوصل أفينكما؟ با ما كاينلاش تقلق ها الحليب والتمر وصل. الله يرضي عليك بنيتي يكون وصيتيهم وصيتيهم كاملين يكونوا على بال الباشا راه من الكبار ديال البلاد والسلطان تيثق فيه وكلشي كيدوز على يدي ما بغيت شي حاجه تقلقوا ولا تنقصوا. الله يرضي عليكم. كون هاني با كلشي واجد. راه بنيتي الباشا ماشي ضيف عادي خاص كلشي يكون يليق مقامو. عارفه با عارفه ما تخافش كلنا واقفين على الشاده والفاده. الله يرضي عليك الله يرضي عليك دابا ارتحيت. مولاي عبد الملك والله يهديك فين عمرك وصيتي الباتول على شي حاجه وما درتهاش؟ لا واه لا واه الله يرضي عليها. امين الله يرضي عليها. مولاي عبد الملك علاش ما طلبش من الباشا يفينا من الضريبه هذه الحركه هاد العام؟ الله يهديك يا مصطفى الله يهديك. الباشا عاد راجع من الحركه مع مولاي السلطان وكيفاش بغيتي نطلب منه هاد الشيء؟ مولاي عبد الملك هاد الشيء راني فاهمه ولكن الغله ديال هاد العام راه كانت قليله الا كاع جمعنا اللي في الخزاين ما غاديش يقدنا باش ندفعو. يصاوب الله يصاوب الله. ايوا انت اللي تعرف. مولاي عبد الملك مولاي عبد الملك السيد الباشا وصل على خير الحمد لله. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. مرحبا وألف مرحبا بسيد الباشا عندنا. نهار كبير هذا. الله يكبر بيك. الله يحفظك مولاي عبد الملك. القائد البارودي من أخيار الرجال وأفضلهم. مرحبا به. مرحبا وألف مرحبا. سيد الباشا مرحبا بك. الله يرضي عليك يا بنتي. نهار كبير هذا. تفضل الحليب والتمر. جاك الخير يا بنتي جاك الخير. بلاش كادي البتول هي سبحانك يا جليل تبارك الله احسن الخالقين. اخر مره شفتها كانت لاصقه في جنين جلابيتك. تفضل اسيد ما ردتش عليك. بسم الله. سيد الباشا غادي تكون عيان من تعب السفر تفضل دخل ترتاح. اكرمك الله. بسم الله بسم الله. أبارك على داك السكسو راه مرجتيه. الله يهديك الله يهديك اختي خيره. واش اليوم عاد غادي نصاوب انا سكسو؟ راه قياسي في يديا. وفين هو السمن؟ راه مشى تجيبو حبيقه من الخزين.
وسمي فين هاد التعطيله كلها حليقه ورا الخبيه ثقيله انا ملي كنت قدك كنت كنهز خابيه ديال الخليع في يد وديال السمن في يد وكنجربيهم مازال انت تبارك الله راه من صغرك وتجي فايده من راجلي ولا وحشيشك يعود الورد عود الورد بلاتي مشيو الضياف نسوق لكم السودانيه والله الله خير انا ما درت والو ما درتي والو راه قالت لك حسابها معنا بجوج دادا خيره ياك لابس مع هاد الجوجات اش داروا لسان طويل والدراع القصير وحسابي معاهم هو الاخر وغير سمحي لهم دادا هاد المره عافاك على وجهي وضحكي وسمحي لينا الله يخليك ليا دادا كيفاش نعاونكم ولي استغفر الله لالا على تعاونينا حنا قادين شغلنا طعام حنا كنوجدوه والفاكهه غنصطفها في الطبق ما تنساوش الحليب بالعسل والقرفه لسيد الباشا راه كيعجبو يشرب قبل الفجر كوني هانيه لالا انا غنتكلف به صافي لالا البتول غير كوني هانيه جاتنا الخبر الحمد لله باللي السلطان كان غانم الحمد لله هذا من فضل الله تعالى سيد السلطان رجع الله ينصر وقصر سالم غانم بعد حصار دام سنوات وسنوات وديه مولاي عبد الملك ورافع حتى على المسجونين وعلى الأديان كاملين هذا من شيا مولاي السلطان اللهم لك الحمد اللهم لجلالك الحمد اللهم تعالى تنجي هاد البلاد اللهم تعالى تنجي هاد العباد يا ربي تنجينا من المكائد والدسائس وتنجينا من العديان اللهم اسمح لي سي الباشا غنمشي عند رجالي خذ راحتك القيد البارودي تفضل سير سبحان الله القيد البارودي هادي حالو ما عمرو ما نسى بقى موبيل للسياد وما كيرتاح إلا مع رجاله من العسكر ياك هو ولد شيخ قبيلة البارودي أيه ولكن إما من أرض العاج تربى في حضنها حتى بلغ ومن بعد قرر يقلب على أصله وفصله وخرجت يقلب على باه وقطع الصحراء على رجليه ليالي وسنوات 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 داير ما بين عينيه يلقى باه هذا هو القيد البارودي هذا هو القيد البارودي أيها مولاي عبد الملك مرحبا وألف مرحبا بالسيد الباشا عندنا جزاك الخير أكرمك الله مولاي عبد الملك المحجوب المحجوب أنا زيدوا الناس أتاي مرحبا مرحبا بكم مرحبا بكم سيد الباشا دير يديك الله يعطيك الخير واش غادي نحشم فيها مولاي مصطفى أكرمكم الله أكرمكم الله مالا الكسكسو كل خضرة شادة قنت مالو أختي خير هذاك الكسكسو كان دير كي علمتيني مالو ها الخضره مصطفه كيما خصها تكون سدي سدي هذيك القصريه مزيان شوفي جنابها كاع ناشفين ها هي يلا هزوا هاد القصاري ما حدهم سخان وعينيكم الارض ما خيره هذوك الرجال اللي جاوا معاهم حتى هما غياكلوا مالهم حتى ما ياكلوش الحمد لله الخير موجود غير ياكل مولاي وضيافو ونسقيو ليهم تاهم يلا سيروا وغير تسنى يا سي طاهره غير نرجع انا والياسمين ونديو لهم ياكلوا يلا سيروا تاكلوا جنابكم هادوك الضياف غادي يخرج لهم الماكله المحجوب ما قلت والو ام خيره تيجيب لي الله بعد المرات بحال ام خيره بغاتنا نبقى وحدها تنخللو سكتي سكتي ثاني غادي تجبدي لي النحس معاها غادي تسمعك وترجع لك هذيك ما بقات حتى كتشوف باقا غتسمعني غادي نخللكم ونديركم في قاع المضموره ها اللي قلت لك هيا سمعاتك يلا
العسكر ما ياكلوش. هو قال لك مي السعديه انت اللي غادي تدي لهم العشاء. لا 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 هادوك كيخلعوني هاو عندهم السلاح. ايوا صافي الا كانوا كيخلعوك ندي لهم انا كاع ما كيخلعوني. هاي 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 مجمعين ياك ما نعمر لكم شي براتات. هاي والله ما كرهت امي خيره شي كاس مشحر هاو يكون حلو واصل عمرو بالشيبه. يلا الكانون سيد القيد اسمح لي كان بالي ساهي ما ترى بس مسيتك بالخير. كلي بعدا ما خفتيش خارجها بلا حمايه في الليل. حمايه انا بين اهلي وناسي ما كاين مناش نخاف. اما البراني كيبقى غير براني ما منو خوف. جوابك كبر من سنك وانا تعلمت بلي السن ما عنده علاقه بالعقل والحكمه. انا السنين علمتني الا شت الزين بحالك ما تخلاش عليه. غادي البراني هنايا وما نعرف الدار كبيره عابره بالغش. الا كانوا غير على رجال الباشا ما تخافيش غادي يكونوا كلهم مشغولين بالعشاء ياكلوا فيه الجغديت ان شاء الله. عجبتي والو خاصفتي لي المرسال وقلتي لي بلي ما تقدريش تحضري انت عارفك غتلقاي وقيته كيفاش تهرب من الدار. كان خاصني ضروري نوقف على كلشي بيدي. انت عارف سيد الباشا شانو عالي وبا وصاني باش نوقف على كلشي. اجمعين وشك شوفي وقيل جا النهار اللي كنا تنحلموا به. اه الباشا غير غادي يشرب الحليب السم غادي يقتلو في ساعته. ما عندك غير ما يدي منه والو. السم جا من بلاد السند نقطع منه كافيه
وانا اللي خلطو بيديا في الكاس اللي غادي للباشا. ورد بالك. الله يرضى عليك مولاي عبد الملك، فين ما دخلنا يدخل الخير. الله يقوي التيسير. ايوا بالصحة والعافية سيد الباشا، الله ينفعكم. اللهم لجلالك الحمد، اللهم لجلالك الشكر. بلادنا سيطرت عدى حدودها، وصبحوا الأعداء كيضربوا لها ألف حساب وحساب، ودخلوا لدماغهم مزيان وفهموا باللي الحرب على مملكتنا ما هي إلا مجازفة ومغامرة، وما غادي توصلهم إلا الخسران ولا شيء غير الخسران. اللهم تعالى تخلي السلطان مكب وتاج فقر يوصله. قولوا آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. مولاي عبد الملك، ما تقول لي ياش هذا الحليب والقرفة والعسل. وعلى غتخفى علينا عدك سيد الباشا. الله يقوي الخير، الله يقوي الخير. بسم الله. الله يرضى عليك بنتي، الله يرضى عليك بنتي. سيد الباشا ما تشربش. باتول اشنو عديت هادش؟ الحليب فيه السم. السم؟ اش هاد الكلام كتقولي يا بنيتي؟ سيد الباشا انت عنايتنا، اعطيني الامان باش نكمل. الباتول اعطيتك الامان، تكلمي هضري قولي اش واقع. سمعت جوج رجال كيتفقوا باش يقتلوك ويديروا لك السم في الحليب. الباتول تبتي تمالكي اعصابك، يقتلوني يديروا لي السم؟ هادشي اللي تقولي راه خطير. أي يا بنيتي الله يرضي عليك، هادشي راه ماشي ديال المزاح. ياك من الكلام اللي سمعتي فهمتي المعنى ديالو بالغلط. با المعنى اللي سمعت هو اللي كاين، واحد من الرجال كان كيقول باللي قطره من هاد السم كتجيب الاجال، وباللي خلطوه في الكاس ديال الحليب ديال سيد الباشا بيدو. سيد الباشا مولاي عبد الملك، لباتول ما يمكنش تهضر غير هكاك، وما يمكنش تقول شي حاجه الا ما كانش متيقنا منها. عندو الصحه، عندو الصحه، عندو الصحه. وشكون هما هاد الرجال بنيتي؟ ما قدرتش نشوفهم، كان الظلام، ولكن واحد فيهم حاول يتهجم عليا وهربت منه غير بالزز. لا قوه الا بالله العلي العظيم. اسيادنا 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 الله يخليكم، خليونا نفهموا اش وقع. الباتول عدا الحق، سيد الباشا قصوا الشر. بقاش البلاطي، انت عارف هادشي كله، سكت. انت عارف الحيه الرقطه بيناتنا وسكت. حراس الخيم نشك فيه، جا عند واحد الغريب دابا عاد فهمت. زو الحمد لله على سلامتك سيدي الباشا، ما كنت باغي هذا الشيء يطرا وانت عندنا، ولكن
كنطلب منك السماحة. بالعكس أمولي عبد الملك، بالعكس بنتنا البتول جات في الوقت المناسبة وقبل ما يفوت الفوت. الله يرضى عليك بنتي، الله يكون منك هاد الجميل هادي يبقى داين في رقبتي إلى يوم الدين. سيد الباشا انت كبرتي بينا وجيتي عندنا، واجب علينا نخافو عليك ونحميوك. ونعم التربية، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك بنتي. الله يرضى عليك بنتي. سيدنا نسوا علينا الهم، نسوا عليكم القدر. الخائن نال الجزاء ديالو، الخائن مات، يصل الأرض. تفضلوا جلسوا، اللهم لك الحمد. أجي وحيدوا عنا هذه الزلافة. يا الله، الله يرضى عليك. وعلى ربي إلى ما جيبي الحليب من جديد بالقرفة وبالعسل، إنما هذه المرة من يد البتول، يد البتول. سبي معك صعيب. والله ما عرفت كيفاش حتى سمعتنا. كنت غادي لها الفضيحة. نسيت لقيت كبرت معك. أنا عمري ما خسرت شي حاجة، وكتسفتني شحال من حاجة، وكالقضية والخطرة الجاية غادي نرد البال. نرد البال أسد أنا كبرت معك أسد القيد. اسمع لي هاد الخطرة هادي. ما تكونش خطرة أخرى. الشجرة اليوم عنده تمن غالي بزاف. كيفاش؟ عطقتي الباشا. أنا كنت غير سبب. سيد الباشا كنا طامعين تجلس معنا أكثر. الله يجازيك بخير مولاي عبد الملك، هذا مطلوب فيك الدار الكبيرة ودار الكرام، ما فيهش. حاشا سيدي، كل شيء من خير مولاي السلطان ورضاك عليا. الله ينصره. انت البتول، انت اليوم كسبتي مكانه غاليه في قلبي. الله يرضى عليك بنتي. امين. الحمد لله على سلامتك، والله يعلي لنا شرك اكثر واكثر. الله يرضى عليك البتول، الله يرضى عليك. ولا عبد الملك اش غادي نقول لك؟ الله يقدرني نهضر مع سيد السلطان باش يعفيكم من ديك الضريبه ديال الحركه باذن الله تعالى. الله يطول لينا في عمر مولاي السلطان ويخليك لنا اسيد الباشا بإذن الله تعالى. إن شاء الله. إلا سمحت لي يا سيدي، مولاي عبد الملك عنده كرامة وعزة نفس. ما عنديش كفاية هاد الهضرة اللي قال القايد البارودي. أنا كنعرف عزة النفس ديالك مولاي عبد الملك وكرامتك، ونخاف إلا هضرت مع سيد السلطان يبان كأنني كنجازيك على الوفاء ديالك. سيد الباشا، في خبارك قايد ناصر انتصر على القبائل تاعنا. قايد ناصر، قايد ناصر ما فيه شك، قايد ناصر فارس من اكبر الفرسان، والاخبار اللي كتجي منه دائما مفرحه.
ونعم الرجل. الحمد لله جاي السلطان في رجال كتار، ولكن تبقى القائد ناصر استثناء. أنا بالنسبة لي أشجع الشجعان وأفرص الفرسان. أنت سيدي مولاي السلطان كتجازيو بالسخاوة. واستحق، الرجل يستاهل. القائد ناصر وهب حياته للبلاد والعباد، وزي ما فرحني فيه هو مدخل الرعب والخوف في قلوب العديان. ما كانت تسمع غير هز الوحش حط الوحش هز الوحش حط الوحش. اللهم تعالى ترزق الدرية الصالحة والسلالة الطيبة حتى يرفعوا شان هذه البلاد الفوق الفوق بإذن الله تعالى. اللهم أبي سلباشا عندي وعد رأي. قول نسمع دري. قول القيد البردي. نجوجوا الباتول القيد ناصر. نجوجوا الباتول القيد ناصر. مولي عبد الملك تقدر بنتك تبع ذلك؟ هذه سنة الحياة، وهذا شرف كبير من السيد الباشا هو اللي اختار لك الرجل بنتك. إذن ونعم بالله، الله يكمل بخير. إنما بشرط تاخذوا ري الباتول عاد نقروا هذا القرار. الله يجيب لي فيها الخير. يا ربي أمين. سيدنا السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. مولاي مصطفى سمعتي اش كيقول الباشا؟ لا قبلت الباتول. الباتول. نعم بابا. بغيت نهضر معك بنيتي. ياك لاباس. اجي يا بنيتي حدايا جلسي. انا يا بنيتي بديت كنكبر وايامي الجايه معدوده. طول العمر ليك بابا. سمعني يا الباتول، هذه هي سنه الحياه والموت علينا حق، ولكن بقيت بنيتي قبل ما نقابل مولاي الكريم نتهنى عليك. انت يا دابا كبرتي وجا الوقت باش تكملي دينك. تهنى عليا؟ ما نقدرش نبعد عليك ابا. حتى انا بنيتي كنت قطع مني تنفكر باللي ما غاديش تبقاي معمر عليها الدار، ولكن دابا جا الوقت باش تمشي من هنا لدار راجلك. راجلي؟ يا بنتي راجلك القائد ناصر. القائد ناصر؟ الباشا هو اللي اختاروا لك بنفسه حتى يتق فيه بزاف. وانت كتعرفه ابا؟ لا بنتي ما عمرني شفتو، ولكن كنسمع عليه. وشنو كتسمع عليه؟ هو من كبار القياد اللي في البلاد، وما كايناش شي حركه اللي تيشارك فيها والا وتيرجع سان وغانا. ومن غير هاد الشاب باقي شباب ولا شي بغالب عليه؟ وتيقولوا باقي في عز ايامه وكبير قبيلته. كيفاش غادي نعيش ابا بعيد عليك وعلى احبابي؟ الغيمة يعلم به الا اللي خلقنا يا بنيتي، وهذا امر من سيد الباشا، ولكن انا ما عمرني لزمت عليك ديري اي حاجه. وانت غادي تهنى عليا معاه؟ أم درا ابنتي قابلة؟ باتول؟ باتول مال كتبكي؟ ياك ما مات؟ لا ينجي. وعلاش كتبكي؟ عند زوج. تزوجي؟ بمن؟ شكون؟ أنا ما شفت لا موكب لا خطابة جاو يخدموك. سيد الباشا هو اللي اختار لي راجل اللي غنتزوج.
قايد ناصر. قايد ناصر؟ هادشي اللي قال لي با. وصافي شكون القايد ناصر؟ في قلبه الله رحمه الله شفق وصفته ديرك الوحش. وحش؟ الناس اللي شافوه كيقولوا هكا. عافاك الباتول. ما تبكيش، ما بغيتش نشوفك بحال هكا. تجوج وحش. ما غاتزوجيش به. ما غاتزوجيش به. تزوجي بي انا. تا ما كنتفلاش كما يطلب بصح. حتى انا ما كنتفلاش. انا من صغري كنت نفس الاول كنت نفسي. من صغري وانا كنت نتسنى غير النهار اللي نجمعنا دار وحده. تا انت بحال خويا. انا ماشي خوك بصح كبرت معاك، ولكن ما عمرك كنتي اختي. بعتو لتزوجي بيا. انا اللي كنعرفك مش حال هادي وغادي نصونك. ولكن با ما يقدرش يطيح كلمه سيد الباشا. يلا نهربو نهربو البتول. طه اش كتقول؟ فين غنهربو؟ نهربو فين ما بغينا. ارض الله واسعه. عافاك البتول. وافقي انا اللي غنحميك. انا اللي كنبغيك. وافقي غدا نتلاقاو مع الفجر ونهربو انا وياك. صافي انظر واش ردت عليك البتول. ناضت وخرجت من بيتها. في نظرك غادي تقبل؟ الا قبلت تبارك الله، ما قبلت ما عمرني غنسمع عليها. ولي عبد الملك انا فاهم بلي صعيب عليك باش تزوج بنتك بالقيد ناصر، ولكن صديق البتول فيه الحل ديال المشكله اللي احنا فيها. الله يا ربي سيدي لهلا يخيرنا في ضرار. يا اما نصيفط بنتي بيدي للتهلوكه، يا اما نحكم على ناسي وقبلتي بالجوع. با انا قابله نتزوج بالقيد ناصر. عاودي اش قلتي يا بنتي؟ ايه هبا انا قابله. الله يرضي عليك يا بنيتي. مبروك مبروك ومسعد. الله يهنيك ويسعدك يا بنيتي بالذريه الصالحه ان شاء الله. الله يرضي عليك يا بنيتي. الله يجعلك ديما منوره. راني راضي عليك يا بنيتي دنيا واخره. مبروك 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 بالرفاهيه والبنين ان شاء الله. كلشي شحال زغريت؟ لا لا الباتول غادي يتزوج. غادي يتزوج؟ ايه جاو فيها الخطاب ومولاي عبد الملك وافق. مولاي عبد الملك وافق الله يكمل بالخير ان شاء الله. ما نكونوا معك حتى انت سيدي طه بالهراري والدراري ان شاء الله. سيدي طه ان شاء الله قريب قريب بزاف. ابني مال هذا؟ ادخلي سوق راسك. شغلك فيه مالو؟ عرضتي على اللارقية؟ عرضتي عليها بقات لي غير لما هاني. ديما كتنساي وهي ما كتبغيش تجي عندنا. تي ديا. اش كيدير؟ اش كدير سيدي طه؟ الفعل ديال الزواج. مال هذا؟ ادخلي سوق راسك. على مال هذا؟ خلي سوق راسك دافع شغلك. ايه عندك تنساي ما تعرضي لام هاني وعرايسه تا هما. انا خاتو
عليك يا با. انا راضي عليك بنيتي، والله يسمح لي منك. ما قدرتش احميك بنيتي. ما يمكنش لك تحميني من قدر با. هادشي غير حيلها وسبب. اما مكتبي خلق بهالي. شفتي يا بنتي الباتو، هادشي كله مصيفته القيد ناصر على ودك. دعي معايا با. لا يرضي عليك. سيدي عبد الملك، لا الباتول، سيد القايد مشى لحق على الجيش ديال سيد السلطان وكلفني باش نوصلك سالمة حتى للقصبة. انا بلال، من اليوم اعتبرني بحال الظل ديالك، انت امري وانا ننفذ. الله يكثر خيرك يا بلال. يلا بنيتي خصك تمشي. بالزينات وداك الغزال شكون يكون؟ حضروا عينيكم، قلت الحياة هذه. تسنيتيني الغمة. تسنيتك؟ ودا راه مصيفطني سيد القيد كلفني بلالة الباتول، قال لي باش لازمها ليل ونهار وفي اللي حب خاطرها. أنا اللي كلفني بهادشي سيد القيد. إيه كلفك سيد القيد، ولكن فاش تكون لالة برا، أما الداخل أنا اللي غنتكلف بها، ولا تادي بغيتي تدخل فيها؟ برا ولا الداخل؟ قال لي سيد القيد حمايتها من مسؤوليتي، تادي بغيتي تدخلي معايا فيها؟ هذا مالو؟ مرحبا بك لالا في مكانك ورحبتك. تخيري واختاري لالا اللي حب خاطرك. هادشي كله ليا. السيد القايد لالا امر باش اللي تشهيتيها وبغيتيها تكون انت لعندك. نغمة. نعم لالا. أنا بغيت نشوف القصبة قنت بقنت. هي الأولى، هانتي نعاونك تبدلي عليك حويجاتك ونديك فين ما بغيتي.
هي وصراحة قال زينها في التان بلا سر باسلة بين بهلا ظهر عجبات سيد القيد هادشي علاش تجوج بها ولكن انتي كتبقى احسن منها يمكن تجوج بها وليني دغيا يمل منها نصر ولد عمي وانا كنعرفو مزيان لالا كاين شي حاجه خصني نقولها لك منى اجي تسلمي على الضيفه هادي لالا الباتول ومرات سيد القيد وماشي ضيفه وهي مولات الدار ولالا الباتول مولات الدار زي زونا يعطيك الخير ما حلوش تعرفي الورد الورد خصو الخاطر الورد خصو النقا بعدا انتي ريحتك غالقة على ريحة الورد كنضحكي مزيان ضحكي عندك غير منين تشوفيه تخافي وتغوتي وسبح راسك مقطع ومع القصبة بالقصبة نشوف شكون راجلك قيد ناصر المرأة اللي تجوج بها إلا خافت وغوتات كيقطع لها راسها وكيعلقوه في باب القصبة